لو انا نازله الكليه في رمضان ايه انسب حاجه ممكن البسها؟ اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم طقه محمود على هير نيوز. رمضان داخل ومع الدراسه بنحتار كتير جدا الصبح واحنا نازلين ممكن نلبس ايه، بنكون محتارين ومش عارفين وفي كذا حاجه في دماغنا احنا مش عارفين ننسقها وانا نلبسها. تعالوا اقول لكم ممكن نلبس ايه ويكون مناسب جدا لشهر رمضان والصيف وكمان مناسب للجامعه والدراسه او كمان الشغل. اول حاجه عندنا ممكن ان احنا نلبس الفساتين. الدريسز والفساتين من اكتر الحاجات واسهل الحاجات السهله اللي ممكن نلبسها وتكون مناسبة لشهر رمضان، وفي منها أشكال كتير جدا ومناسبة لكل أجسام البنات. كمان البنطلونات الواسعة، البنطلونات الواسعة مريحة جدا وعملية ومناسبة لكل مكان ممكن نروحه، ممكن نوفق عليها من فوق. الجاكيت الجينز بيكون حلو جدا أو أي قطعة ما تكونش منقوشة لو البنطلون فيه نقوشات كتير. تالت حاجة معانا هي الجامب سوت. الجامب سوت هي حل سهل ومريح وخفيف جدا لأبعد الحدود. الجامب سوت عملي وسهل إن احنا ننزل ونتحرك بيه، بس خليني اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان الجامب سوت لازم يكون واسع عشان ما يضايقكيش او ما يحرركيش وانتي ماشيه، وكمان لازم قماشته تكون ما بتتكرمش. وكمان معانا الجيبات. الجيب كمان من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون عندنا في شهر رمضان عموما او في الصيف. الجيب سهله ومريحه وعمليه جدا جدا، بس للاسف ما بتناسبش كل الاجسام. في اجسام بتناسبها الجيب جدا وفي اجسام ما بتكونش عليها احسن حاجه، فالاجسام اللي ما بتلاقش عليها الجيب هنضطر ان احنا نروح للبنطلونات الواسعة، هتكون مريحة وجميلة وكمان هتناسب شكل جسمك. كمان الشميزات الطويلة والواسعة. الشميزات الطويلة والواسعة من اسهل الحاجات اللي ممكن نلبسها في الصيف وتكون مناسبة وبتدينا راحة مش طبيعية. كمان بنقدر ان احنا نتحرك بيها وبيكون شكلها لطيف جدا. لكن خلونا نركز على حاجة مهمة جدا، ان اي حاجة في الصيف نجيبها تكون الواناتها فاتحة ومريحة للعين. الصيف يعني بحر يعني شمس، يعني بيحب الالوان الفاتحة اللي بتكون مريحة للعين. يعني لازم ان احنا نركز جدا جدا في اختيار الواننا والالوان اللي هنلبسها والالوان اللي كمان هتليق علينا. وفي النهايه خلينا دايما مركزين على الحاجات اللي تريحنا مش الحاجات اللي شكلها حلو، والاحسن ان احنا نركز على الحاجات اللي شكلها حلو ومريحه في نفس الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. تابعونا الفيديوز اكتر على هير نيوز.